حنوع بمحللة أسواق مالية في إكويتي جروب. مرحبا بك أستاذة لينا. لنبدأ بعملية أهلا بك. كما رأينا الدولار يدفع ثمن واضح في هذه المرحلة أمام معظم العملات الرئيسية. برأيك إلى أين يمكن أن يتجه الدولار في هذه المرحلة؟ وهل من الممكن أيضا أن تتفوق عليه بقية العملات الرئيسية؟ هل دخل منطقة من التراجعات قد تكون متواصلة للمدى القصير على الأقل؟ نعم، التوقعات كلها متجهة إلى تراجعات في الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية. هناك أسباب عديدة تؤكد هذا التوجه، رغم نرى ارتفاع دائما بالدولار في حال عمليات جني أرباح في الأسواق العالمية، خصوصا عم نشوف تراجعات في الأسواق الآسيوية، لكن بسبب عدم وجود حزم تحفيزية على في الوقت القريب، ربما هذا يعني عم نشاهد إنه الأسواق عم تتراجع، وبالتالي عم نخلي انه ممكن نشوف انه ايضا تراجعات في الدولار الامريكي، ايضا عوائد سندات الخزانه الامريكيه من اهم الاسباب اللي عم تؤدي انه التوقعات نحو تراجع الدولار الامريكي، لان نحن عم نشوف عوائد السندات على الخزانه الامريكيه لاجل 10 سنوات متراجعه 0.85%. كان هناك امال انه يرتفع عوائد سندات الخزانه الامريكيه، لكن لم يحصل ذلك، مما سبب كان طلب على سندات الحكومه. لكن مع انخفاض عوائد السندات، الاستثمارات الأجنبية بشكل تدريجي عم بتقل، مما بيخفف الطلب عم نشوفه على الدولار. ومن أهم الأسباب اللي عم بتسبب تراجع الدولار الأمريكي هي أنه الحزم ليست الحزم التحفيزية. هناك يعني لم تعد أنه في المستقبل القريب أو في الوقت القريب سوف نشاهد، لكن هناك برنامج شراء السندات الأمريكية المحتمل في الاجتماع القادم خلال الشهر المقبل، أن نرى أي بزيادة في مشتريات السندات البالغة 120 مليار دولار أمريكي. فكل هذا ربما تؤثر على الدولار الأمريكي. وأيضا يعني فوز أيضا بايدن كان يعني ربما سوف نرى اتجاه لارتفاع الدولار، لكن مع جعل ترامب يعني يريد أن يعني يرفع قضايا ضد هذه النتائج، فهذا عم بيسبب الضغط وعم بيزيد أنه ربما التوترات الأمريكية الصينية. كنا بنتوقع مع فوز بايدن أنه تخف هالعلاقات والتوترات الأمريكية الصينية، لكن يظهر غير ذلك، وهناك عدد من الشركات الصينية انضافت إلى القائمة السوداء، وهذا ما عم يخلي الدولار الأمريكي عم بيتراجع. وبنفس الوقت أنه هناك عم بتدعم العملات الناشئة اللي عم نشوفها عم ترتفع، عم نشوف الطلب، حيث شهدنا ارتفاع للليرة التركية ب6% مثلا، وغيرها من العملات الناشئة مثل البيزو المكسيكي الذي أيضا ارتفع عمدى شهرين 4.8%، واليوان الصيني اللي عم نشاهد عليه أيضا ارتفاعات بأكثر من 1.7%. فتوقعت انخفاض الدولار في هذه الفترة كاحتياط نقدي وملاذ آمن. نعم. أيضا باعتبار أننا ننتظر قرار حاسم من قبل أوبك وأوبك بلس، برأيك كيف يمكن أن تتحرك أسعار النفط، وما هي الأمور التي تحتسبها؟ يعني هل ترين لينا بأن هناك إمكانية لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج؟ نعم، في ظل كل هذه الظروف نحن شفنا بعض تطورات فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا يعني ساعد على ارتفاع أسعار النفط، وشهدنا ارتفاعات، لكن اجتماع منظمة أوبك هو الاجتماع اللي عم يترقبه الجميع في نهاية هذا الشهر. نتيجة هناك توقعات، الأهم أن يكون هناك تمديد لهذا الاجتماع ربما 3 أشهر أو 6 أشهر، مع يعني وأيضا يكون من الأفضل أن يكون هناك مراجعة شهرية. نتيجة تطورات في لقاح فيروس كورونا يجب أن تتم هذه المراجعة، لأن اللقاحات حتى لو ظهرت تحتاج فترة يعني ربما ليست بالطويلة، لكن على الأقل يعني عدة أشهر حتى يتم التوزيع، فحتى يتعافى الطلب، سيعود السفر، تعود الحياة إلى طبيعتها. فمن المرجح أن نرى من منظمة أوبك أن تقوم بتمديد خفض الإنتاج من 3 أشهر إلى 6 أشهر. فأتوقع على يعني أسعار النفط في ظل أي تطورات عن شيء يخص اللقاحات فنشاهد ارتفاعات لأسعار النفط، وسوف ربما يعني نشاهد ارتفاعات في آخر العام، ربما نشاهد فوق مستويات
ال 53 دولار للخام الأمريكي الخفيف. نعم، أشكرك لينا قنوع وأنت محللة أسواق مالية في إكويتي جروب، أشكرك على كل هذه المعلومات.